علمك وحرية طرفك هل شبا كل تعاي حيو يبشد وحكا مغر حي بنتي سهول وحان هاي ستويا حتى يعين حكاقي هاي بدي يشرفي انت ديو مقور تدع ربي كاقر ديقي الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاودة يا هلكني ومقبهي هاي ستار تي في أو إذن كيمانية مقالة هرقيسة وبرامج كدور كأقونة يا قويهنك وحان ما انتقيبتها نصمين إنو إن لفديا دلن يرو أدو قيمة بدن أو قروح بدن وحان كشاكستان دونا إسلام موضوع عنك بحصانين موضوع أو برامج كو أديغو أقونة يلامي هيدا كالدوين أنا سبرانا مركو غور سمرتيدة برامج كا أنكو سودوويو إسماعيل وبح ولا لسمع الكسودو كودهان مقبهية يستار تي في يبرامج كدور كاقون تي ياقون يحنك هذا دو والله محسن تاهي خطرة واندوه هاي والسلام يا دمان اديغا انكا بلا بخطرهان كودهان استار تي في هالوذي ندك لدون وحكو لهم سلامي يا دادكا اينا داواني دمانتون أدبلت ما سنتي ولا على إسماعيل يوم كسر دوين أنا جونا سيدو كله إن أنا محيه توي سر دوين ومركله سقي ما بدن مرتدين لبعض ولا النصيحة أحمد عبدي كسر دو مقبهي هاي ستار تي في إيو برامج كدور كأقون تي أقون يهنك ولا الخطر وأنا وها وما تسمتها لما أنا ودي السلام يا برنامج كعد سوق مقابس يوجود ستار تي في أدبلت ما سنتي نصيحة أنا جونا كسر دوين أنا وأنا ندين هذا مقينا هونتي وقت كقيمة هبدن على نص هرتين إن أينو بلعبنا برامج كنا إن دلني ردن هرت هدي عن سكين برد أو ضيال وحي أي محي هاي توي أيو أذيعن قلنكا إن وقرا وحوي وحس ميان إن محي هاي توي إن دين عقرالكا أي أد وقشن شيران وحن إن كوري صندون وحسوسار كودا لقالد هدي له هيك ديجو ولا الإسماعيل لبح هدي عن كوجو هريو بالجود هان إن هرت أينو كبلون هالكا أو قرالك كيما دو آخر سكامر كوجو هريسا بلانسي جود كوي دي سامين تو كوي شيء آخر سكو إسماعيل لبح نولشي سجود هان ولا هرت آخر سكو إن قف عن وحخرين لما أقرأ كروح بقول كرابة بايلة تانية آخر سكوا طبعا تود شيء كوجيني أما فعل أما فعل كوجيني دوني كله وقت كبرنا سوحي وبدنا وهذا قونين آخر سكوا مركا كالوين أيو طبعا كقادر يا حرفة هذا قراني مو كالوين بوك قادر يا أقون كرسي جاجا ودني أنا هرو وأقون أيات تيجي كرتها سفدو وحيا بأنا ذقون بتبرنا إنسان مركا آخر سكو مهمة أولي هي أيها تاسع بلوغة با انت أهون قرار كليس لقارين قفن ويفع عن تينو عاديستو أو وحقرو وحنا أخريو سدي سبا قرابي أنو أهانين مركا عاديستي قاين أضب حقري ضاح أيها دبعن كو سهلي إن أضيق اللفتة مركا تميس لهذا بالاستجابي وضد بضن أو ما أنت قراء وحيك صوب لابين دبعن آخر استيال بيها هيا إمكاني يهين قرابات هي معنيه دمان أدخل سكي شو تشينيسو تد مالنا وين أدخل ذا سي شوكتا مركز بودا ميسو متكو حكسيسو دا أقونتي نمر دمانيسو وين موضوع عاد حسيني سينا كل با إن دا بد بوكل جليا كل با ميلا كلو كوفريا مركز آخر سكي أدب مهمية طبعا إن ونكو سهلة يا حياة بدن عمرك وركات ده هنا ندوقات واسيدا أشكتي هدي آدم قفك وحأخرين با ما وإذا كان سينو حك حلو وحقوق ومحيط كقول كره دوتو قيمة هاد أي سي سي دين تينونا إن آخر سكوا حين أورن كرنابو ويدو بوهري سي أي قبل عامتي أدبا وما تسنتهاي ولا لين إفتي من تادا نستيح ولا لنكو يديو سؤالا كدرق سنة تا إسماعيل وبح بل سيدا إسكوتين آخر سكا وأن فلييني كاقو هريسي سويا لكاقو ديقالي دي إميكا إن آخر سكا سودا ولا لكا هاللي وشي آد مهيموه ون لين آخر سكا نك من سكو بندين من سكو يرين
إن أدنى ما متشعلها أورو حاجر مرة أنا أساسني أو إن أورو كآخر سك القاهرة اللي راها أو واحد بدن كودي رجلين جرنا ده تكون يجعل هذا إن سيدا لما أنت إن أكسر نهاية آخر سك إنه يهاي وحمي هي مقفكم لكم ما أنت وأقرب بوك أقرياء تهاي إن كسر كل ليس معلومة عصب وقف كلا نقانا يوم حياة بدن وجانا يوم مركا وحن لا يهاي و إن شيء مهم الله بهني اللي كده ذا لا ورنا ورنتي حدان وإن هاي توي دع قيمها عقيدة دينسين سيبابة إنه قفلن أو وح بدن حب بدن الدنيا كم أوجان كرتيد إن نفط هذا حتى كم أوجان كرتيد إن وح كلو أتصابير صو صدا وبدن إن مشي كره هدي أي آخر سكاج وكومي هاي أنا سؤالك لك ويدي ولا نستحو هرت وح تهاي إن هاي تي دائرة كو كنال إن ودمض عرفت جارهان مصر إن وح تسميسين أنت أوجال كيجاء urur baad samaysay sama fala ururkaas waxa badan oo qiimo badan oo qabto imka adigu la wadna la wadaagi doonta bulshu guud waxa naga siisa xuq ku saabsan safwak adigu ma hadsan in wala ururka safwak waa urur aan sameeyay 6 sano ka hor in wuxuu aad ugu adeega bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada Qaahira in ururkaas waxyaabaha uu qabto hadan ka soo qaato in waxyaabaha ugu aasaas ugu in asaasiga ah aan ka shaqeyno waxa ugu horeeya waxbarashada وحبرشة قيبي هذا كله دون هذا هان لهاد دنيا لقظة هذا هان لهاد دنيا حرفظها عن برنا إن مركا روح نكون بلاونا إن هو يوين كي عرورته كده من وين بلارته وحين نقطة ده تكلين كفائدة استان يعني وحن كلا قبنا دنا عبرنا مجوع يقلن كسابسن أو مربى وحي مركا تاجن أنك هذلنا إن أنت وحاسير در إن تبى برا إن قبنا الله سابسن هرمر أنت آذنها إن وحن كلا قبنا أما أن هاي أورور إسكو حراق حوتيغا هالكا جوغا يهي أدها وشقيا قحوتيغا إن مرنوان متلنا أو حانكا قيبقلنا برنامج ذا ووين مناسبة ذا سيدا مالنتا قحوتيغا وكلا مالنتا هجرة ذا يعندنا عاسنا ونبوحنا إن دانكا داقن كوان بر أورور كينو كشقيا سيدا وكلا بركي هدي داقن كي كوح بان لين هاي أو سيدا وكلا قيبقش برنامج ذا هدي أهان لاد مناسبة ذا صومالي ذا وردن أي وضلاد هاي أما سي هي أدها أن متلينا مودن كأين جوغنا إن أنت وحنا صدر برنامجيو مددال أو قبنا عرورتا دمركا عند الحسية ميلا وجينا حديقوينكا إن يهولا هجود أو سيد تأكل أنت دقالة أقوم هجوجا قيسس كتب على سن دندن على دقالة دين على كلا بوح أنك كاب كرناك دن وين وينو كساعدنا نستح حقت هذه ممكن لو ذكتي ولا لو حق علوس رمتي وأنا حقتي أي حكومة ذه قبنا هاين هوش أنت عليك يا 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 دبرك أريتها أو أي كتما دافلين تي هذا إسكالة أود إلهي سبحانه وتعالى كسوك إن مدو ونسكوت ديني ورور كاس مركو فكرة دي سنو يميد إن رادنا جهانا ساعدة أما نتاكل إيسا نومي سورو قلين أنا غا مركو فكرة وحانو إما تي إن آن نحدي إن أسكا أرورنا لعاق يعني اشتراك قفل بقو ديبا بشيان لعاق وقرنا سيدي من مدوكو شقينين إلا هي أذها إنا برتين مركي دن بي هيدون قرب استاقين إن مدو أذيق الصدح سنين قرب استاقين كدبنا وحين أشياء كان ميسانيد دودني سعنين لكن برنامج كمان نستاجن أنت أنا لب الأرض يا إنك لا أيام حوجني كنت نقف أيام بالكست العك قادنا لبعدين شن دولار مركو أنا جاوا وميل سكوتير سن أورور سكوتير سن أو سومالك قادة سومالسية ما شاء الله وإير هذا قرحة سومالك قادة سومالسية وحكتو سيسا أما واحد دري سان فرين علو سوء تتكون سكو في لانكران إن يجوا حنقون كران إن يجوا حستري كران إن تأكلين تأي هذا هذا تلمان تأيدين تأكلين وحكوا ريسي إن أيدكم استأكتين أو أحس ما يسين أتبعوا ما سنتي ولا نستحو أنا مركل كوجس النقطة ولا الإسماعيل إن آخر سكي يوم معركة هاي بدأ مركة إن بدن كوسو شرتوا الدنيا أدو دوين ودنيا كدوين دنيا الحقيقة ذا ودنيا واحد بدن أتكو صبران كرتوا شخصيا نسوي كري كرتوا مركة إن بدن دنيا كوسو شرتوا قروح بدن ما حد سلي ذا وكوجري هاي إن قرالك يعني دنا عدي قالك أد سو بدش هرت يعني مركات سلاد هي وحقر ما أها أنت بدن قوان أت سلا قوان القاضني سو أكتف أو سلاد هي ما أنت وأنا وحقر وأنا قرآن قضاء سدا فضلكم إيمان يا بيلا تاي أنا جالس داسكم إيمان دوعا سدا إما كبدأ وحيسي برجع بأخرس كون حيسي شري بحبان أخري شري طبعا ما لك سدا أنت أنك جارو مركات دم بد أذى قلفت هذا واحد حيسي هذي مركات حيسي قرآن كوجرو وتصورين سدا بعند شابي وأنا حسوس تا إن بوجي أهري إن سلاح دقر وحي هلا بدك إني سديدي لا بدك إنت تضبي لا بدك إني سديدي لا بدك إنت بهذول النواقبيو قفسو تهريبي أو أنا سكوك كلا ني سويدن أيا بوجس دوني ينا كقرا إن وقبيو بعدو سبب كل دون أوجود
لكن مركي أن وحقري أي دتك هي أكتي ذيك الدواء يخرين أيان ترى مين إن محل هذا أنا قلنا أن كرة حسنية أو أن كل في سيما كان قريه يجينا إلى هذا سقر حبذا بأيو قريه هاي مركز أنسد ملها وابد كفي عن تهاي مركز كدي بان بلعبين أن مكان أن سي هرمريو أن قري تانكي كده إلا ما أنتنا أن طبعا مرة بعض هرمر النساء وإحنا وحي هرلا لهم مدها مكان كاس كسر بلعبي مو أهين قو أنا قاتي أوها وأنا أقول لك أما أنا أقول لك 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 أنا أقول marku iga warhamay baa aragtay sheekada waxay u baahantay buug laga qoro aan nasiib darro wali mo dhameystir min buugii aan laga soo wareegay 7 sano wali ba ismaaciil oo shakhsiga aad la sheekaysatay kaliigi ma aha waa xaalad buu turjumaya oo maartay waa wadci nololeed oo dhalinyaro badan ay runtii mareen oo wax badan dabray in isla halkaan su'aal kale walaalkaa weydiyo ila hadda buugta oo maaragtay wax soo saarkaaga ku yimi ee aad u dhabar adagtay runtii qoraalku wax fudud ma aha oo marka qofku isku dayo dareem kara in ila hadda buugtaas leedahay way hor yimaadeen dhaayaha akhristayaasha ee uu Ismaaciil u baxay qoray aan buugii horeen taabaco ee banaanka soo baxay 2018kii sanadkii 2018kii ee waxaan ku soo bandhigay Hargeysa ee howlka shaqaalaha ee buugii horeey waxa magaca Ismaaciil galabsaday leeyga gooynaya buu aha sheekada faneed bay ahayd dabcan malaa'awaal ah aan sidad saddexdi ka dambeeyay yihiin marka hadda waxa aan Hargeysa weeymid oo aan kamid ahaa martidii bandhigga buugaagta ee magaalada Hargeysa aan waxaan soo bandhigay buugiga afraad marka oo magaciisa la yiraahdo gaax kaas aan weeymid marka afar buug weeyaan tir ahaan in haddii magacyadooda aad ka bari karto waxa tir maxaan liga gooynaya kubad kalabad wuxuu ahaa in dadaq ku aaway saddexad wuxuu ahaa isla eegisa seegan kan afraadna hadda waa gaax gaaxurta oo si fiican baan soo aragnay maalmo qurux badan baa wada qaadanay in waynu siin doonaan falanqeyn qurux badanna in inta ka horeysay waxaan ka dhannasnay magacyadooda inay dhamaantood ay sheekada faneed yihiin mowduuc gaar ah oo jaceylka ahna ay salka ku hayaan dabcan sheekada faneed inta badan la isweydiiyo aan maxaad ku dooratay ama maxaad ugu wax ugu qortaa sheekada faneed waa habka ugu fudud ee aad wax ku gudbin karto waxa uu doonaha ahaaday hadii maanta xaalad gaar ah ay ugu dhanka taagan tahay intii aad oran lahayd xaaladaasi xaaladaas aad taagan waxaan ka qabanno hab sheekada faneed oo qofkana xiisa gelisa ayaa dabcan u dhigi kartaa waxaana yeelanaysa saameyn ka weyn sida dadka qaar uga hadlaan intay meel soo fariistaan ay si xaqiiqo ay ku dheehan tahay uga hadlaan oo qiirowdaan محاضرة لقى قالوا مركّب قارئ كتب حكّس سامين بدن هب قرآن آه أو شيء كفنية دين هذا دكتور سامين وين بيعلن إسا وانا في ضيصة طبعا مركّب هدي بوجي كبدو يسوع تجيل وياي كهل لي تهريب واقع نورله دو قدرد تابني أو رب أها هدو يسوع تجيل وياي نسيبنا جو حان كم تلي شيء كوين كلا أو كتر بوجي سلاج سسكن صلاحان أو تهريب كي كهل ليه حساس قرّك يسوع شيء كلا دافشته oo inaani wada tahriib aan hargeysa ka wada baxay inta jaamacadda ka qalin jabiso iyadoo loo hanweeyay ay hargeysa ka dhaqaaqayso deedna ay isla silcayaan iyada iyo inankaas sidaana tahriibku ku bilaabmayo marka waa sheeka faneed may dhicin taalifteedu may dhicin laakiin de kumanaan kale oo lamid a dhacay saleelbi ka yihiin nolosha sheeka faneed awood ay leedahay ayaa taasa marka anigu jacayl baan ku saleeyaa dabcan وين وصلنا قلنا طب شايل كا إسماعيل أدبوا ما تنتهي ولا إن نستحو إن هالكا معركة كأب قال ميسي قرال كا إن محي هاي إسماعيل أباح وحوها موضوع أدو قرارو رنتي نلوش إن أنا كتشرة لأن يراهن أد أسامي إن جود هاي سوق أسامي ذا ديوغ الصومالية كارهن لأن يرد الصومالية أدو تابتي حتى أديجا إن روايد أد قرتي مش كان فنات كأد قرتي سلسلك أي هالكا كويسة أي كأروريسة إن تانا نو إيمان روايد بوفيس aan ku horeysiyo waxaad ku nooshahay wadan qurba ah waliba in maaragtay dhextaalu ah wadamada reer galbeedka la beegsado bal si guud hadii aad xog naga siin karto dhalinyarada Soomaaliyeed ee qahira ku nool iyo nolol maalmeedkooda ama guud ahaan noloshooda sax waa sidaad sheegtay magaalooyin waxay ka mid tahay masar meelaha dadku ay maxada ka sii dhigtaan dhoofka markay doonayaan waliba reer galbeedka ay u socdaan qofka markuu masar maqlo ama qahira maqlo waxa ku soo dhacaysa magaalo loo aado waxbarasho
سيدي مركز هرباء هيد دلني يرتبطنا وحوي ماذا وحبر الشو أيضا ودن كاس وبحيو ديق وحبر الشو فربطن جامعة دي يسوى كل دوين كو حكومي قبل ديق ذا وحبر الشو بحيا أزهر وي بحسا لكن ما أها الشرد أما تراح حد ذا يكو حرتي إني صمارة ذا سينة سماها أردك كسو بحا دوكسية ذا ذا سرع ويوفرون تهو حروب ونكاليقن كرا مركا دلني ير أو العقل أنا دلني ير فربطن وحيو تشوكتا وحبر الشو dalin yar kale waxay u timaadaa oo xarun waxa ku yaala xafiiska UNCR trin aqoontiga qaabilsan dhoof dhalinyar baa u timaadaa oo jooga sanadadii dambe samaqleysiin waxay noqotay qahir sida Liibiyo kale waxa ka furmay wad khadka isku xiraya ee ka tahriibayaan dhalinyarta ee ka galayaan Talyaaniga ayadana dhalinyar fara badan baa soo gashay labadii sano la soo dhaafay magaalada soo buuxisay ayaa ku socda taariib ahaan ay u dhoofaan inta waxa dheer qoysaska ama wadamo kale ka iimaanaya amray galbeedka ka soo laabanaya ee tacliin u iimaanaya caruurtooda wax ku baraya familla saa u badan way ku nool yihiin oo wax way ka bartaan qaahira ma aha magaalo shaqo oo dadku shaqo u soo doontaan maaha ama dhalinyarta joogta u suuragalinaysa inay ka shaqeystaan waa wadan dadka u dhashay faraha ka bateen oo asagaba aad u liito dhaqaalihiisa waqtiyadan dambe ee hoos u sii dhacayo marka fursado shaqo uga ma furna nolosha marka ay sidaa tahay runtooda masaaridu ayadaaba 9 milyan malaha korbay u dhaafeen ay leeyihiin imka maxaa marka ugu badan ee lagu maarroobaa waa wax weyn tacliinta ayaa laf dhabar u ah miyaas noloshooda dhabta ah waqtiga intii tacliin u joogta waa tacliinta bay ku mashquulsan tahay laakiin intii kale waqtigooda waa arrimahan dhoof raadin leen xaquuq ka furmay waxay u soo noqonaysaa sheeko fanadaada oo aad waaqic badan soo taagnay aad baa maasantan ku soo noqon doona walaalo nasteexo aan Ismaaciil wax ku weydiiyo walaal fariin kale oo aan maxay haytoy ka baxsanayn wax soo saarkaaga dhigaaleed in fariimaha ay gudbiyaan qoraallada Ismaaciil wax had soo noqotaa dad noo soo koobto sheeko fanad aan qoraan inta badan gudbinaynin fariin ama yani gudbinin beer laakiin farta ku fiiqaysa xaalad taagan ama u baahan in laga hadlo way yartahay oo markay ugu yartahay waxa ka dhaxarkaysa sheekadii waaqic taagan bay ka hadlaysaa mid soo socday ka hadlaysaa mid la soo dhaafay bay ka hadlaysaa nolosheena iyo de waxyaabaha inagu waagirsan bay ka hadlaysaa oo dadaya xakama sheekeynina iyo quruumayna aqoonin marka sheeko faneedu dabcan de fariin bay gudbisaa marare uu baa ku jiraa oo madadaalay noqotaa iyadoo madadaala ahab madadaala loo dhigay ayaa haddana waxyaabo badan taabanaysa bulshada ka mid a sidaynu u noolnahay sidaynu wax isu weydiinno sidaynu isula macaamilno sidaynu ula dhaqanno dadka ajaanibka ah oo tusaale ahaan buugingaaxo kale isaguna qeyb ka yahay taariikhdeenii hore waxyaabo noocaasa marka sheekafaneedu dee waa mawduuc dhan oo waana kuugu ballaaran wax laga qoray dunida uguna akhristayaasha badan marka dabcan waa baddan oo laga geeyo meeyada kuweebaad is leedahay fariimahoodii way ku taabteen adiga kolay daawad akhristayaasha wax badan baa kaaga hor imanaya laakiin kuweebaad is leed adigu fariimaha aad diraysay ama waa dhadhansanaysay markii aad qoraysay oo saameyn gaar ah bay ku lahaayeen wallaahi waa su'aal aad adag waayo dhadhe qofka si buu dhanba ula kacaa imka sheeka haddii aan qoro laga yaabaa nasteexan inay si u turjumato adiguna si dhan kale ula kacdo anigu intaan idiin imaado odhanmaayo taasa saxa iyo taasa saxa qof waliba dhanka ula kacay ayaa ula saxa unana habo adigana mid baad ula kacday marka hore uu saxa mid gaal ka watay laakiin haddii aan idin soo xadido oon idhaahdo anigu sidan baa uga maan jeedina sidan kale aan uga jeedin farshaxanka iyo quruxdii baa meesha ka baxaya marka waxay ku xidhan tahay qof waliba habka uu dhigto laakiin muhiimadda waxa weeyaan ma tahay sheeko saameyn yeelanaysa ma tahay mid dadku iska dhexarkayaan ma tahay mid waaqic taagan ka hadlaysa ma tahay mid fariin gudbinaysa haddaan gudbinna ma tahay mid lagu meerarowo mararka qaarkood waxyaaba badan baa dabcan loo eegaa saameyn badanna way yeeshay sheekooyinku si wanaag waxaan wixii fududeeyey baraha bulshada lagu kulmaayo fududeeyey maanta waa la isku wada xidhan yahay si fudud bay sheekadii wanaagsanay ay u faafaysaa wax ka xigaa ma jira muuqaalada ugu faafita badan laakiin dabcan sheekadii wanaagsan dadka si fudud bay isu gaarsiinayaan taana waxaad kala kulmaysaa dad badan oo aydan hore isu aqoonin ayaa dabcan kuga soo xidhmay oo isbaranaysaan marka dabcan qofa dhan buu la kacaa warun iftiiminta ay laga qaato maxay haytoy ciwaanada aad u bixisay buugtaada marka qofku markaba maanka rogtoota anigu marka magacyadooda eego waxaan u roganayaa inay fariin jacayli sidaan marka ugu horeysaba
waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee kaaga soo noqonayay akhristayaashaada maxaa ka mid ah haddaad nala wadaagtad xusuusad maxaa jacaylka kugu jacaylkana maxaad ugu wareegtaa waa mawduuca jacaylka laada yani sababta aad ku qortaa maxay tahay jacaylka waxa ugu wanaagsan wax laga qoro waan malaynaya way haddaan diini wax laga hadlay diinta laftee jacaylka ku salaysan tahay absolute absolute mawduuc kasta oo suugaantiin haddaad maanta ahayd fankiina suugaanta ismaaciil sidaa maxayn u leenay baad odhanaysaa inta badan dhaqankeenna ama maaragtay noloshan kusoo barbaarnay waade sida gaxba ay xaal sheegaysayo waa lama sheega ma ogta marka waa sababta su-aalahaas oo aan hore loogu dhiirinaynin xataa marka fanaaniinto kale la wareysanayo heese jacayl oo dee kaa ohinay qaaray qaadaan aniga igumu dhicin bu mid walba ka bilaabaya ma ogtahay haa bal marka haddaad noo yara iftiimiso maymaya may dabcan haa taas waa waxweyan waa waaqi qurux badan oo lagu nool yahay oo taas muran ka gelin mayno runtii laakiin waxaan u jeedaa doorashadaada halkaa abaartay magaranaysa ama dee qiimaha quruxda badan ee aad siisay oo bulshadeeni kaga maqan yahay halka ay salka ku hayso xulashadaadu horta markaad eegto yani mawduuca ugu ballaaran ee aynu suugaan ama fanka aynu ku salayna weeyaan haddana dhan markaad eegtana waa mawduuca ugu yar ee aynu ku dhaqanno oo waxna waynu nidhaahnaa wax kalena waynu falnaa marka afkeeni iyo qowlkeeni iyo ficilkeeni baa kala duwan dabcan waa mid xooga saaraysa un in ficilkana la kordhiyo sidaynu suugaantiisa ugu jecel nahay ee hablaha ugu ammaanno inay waaqaca noloshana ka muuqato boqolkiiba shan ay ragga u ammaanaan boqolkiiba shan way waa laga doodi karaa laakiin shan sagaashan annaga wadana marka bal in laysu soo dabco ficilkiina lagu daro oo magaranaysaa ay noqoto wax caadi ah waayo bulsho markaad bedelayso lama bedelo lama idhahdo sida saas waa qaldan tahay saa aan ka dhigna ee wax la bedela afkaartooda iyo habka u fikirayaan fikirka qofka haddii aad bedesho waad ku guuleysanaysaa dabcan inuu isaguna ficilkiina bedelo marka bal aynu dhanka wanaagga ka eegno aynu isu naxariisano waxyaaba inagu yar weeyaan dabcan dee mawduucyada dabcan ama fariimaha gudbinaysa sheeka faneedyadu ay kamid tahay kamid tahay waa run horta markaynu xagga caqiidadeena u laabanana su-aal baaba ayaa ay mutaxan baa la weydiiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dadka ayaad ugu jeceshaa caisha haddana asxaabigu xuslaha malaha u bedelo wuxuu dhihi dhinaca ragga nabigu dhar kuma idhi jiray haa haddana wuxuu dhihi mid dharka uma idhi halkan ya allah allah dee way yaro culus tahay laakiin ku durusnayiska dhignaa dad bala ka dhacday oo saasaan ku samayn lahaa ayo libaax baan ka celin waa bilowga may kulli suugaanba hadday gasho dee waa cadaayad haday soo dhacday waseeka dhigi lahaa midhi jacaylkaaga awgii dhulku carariya soo qabo soo mahay sida adoo maadsantay walaal ismaaciil runtii waan kugu hambalyeynaynaa waanan kugu bogaadinaynaa marka kaftanka dhallinyaro laga yimaado nolosha waxa quruxda iyo qiimaha u yeela ee iftiimiya ee bilaawa kalgacalka haddaan dareen jacaylo oo dhaba oo qurux badan lagu noolayn waa maaweelo wax lagu nool yahay marka xaqiiqda loo soo noqdo waan kugu hambalyeynaya mawduuca quruxda badan inaad dooratay aan kugu soo noqdo nasteex walaalo masar waa dal sidii aad bilowga sheegtay aqoon la fisho oo maaragtay cidda joogta ama cidda aadaysaa markaba maanka ay kusoo dhacayso tacliim buu u doonanaya muddad hadda waddankaa kusoo noolayd aqoonta mawduuca barnaamijkayguna halkaasuu inta badan ku aroora nasteexo iyo bal maaragtay waddanka dhinaca loo tiriyo quruxda badan ee cilmiga adduunka ku kala socdo iyo nasteex halkay kala joogaan aqoonta waan tegay ada waxaan ku noolahay muddo 10 sano ka badan waxaan u tegay hadafkaan u tegay wuxuu ahaa aqoon ujeedkaan u tegay masar inaan tacliinteed halkaas ka wato adigo waan galay ilaah wuu ii suurageliyay inaan dugsigii sare ka dhameeyo jaamacaddii ka galo ilaa aan waxbarashadii sare ka galay marka 2008 laga soo bilaabo ayaan ficlan aqoonta masar taala fahmay ka hor maanan ogeyn waxaan ku ogaaday marba waxaan ka qayb galay shir iskugu imaanayaan dhallinyarta carabta oo iskandariya maktabadda weyn ay qabanaysa iskandariya shirka wuxuu ku saabsanaa dowrka ay leedahay dhallinyartu dhinaca isbedelka maalintaaba waxay ii ahayd dhalasho cusub in aan ogaado in aqoontaan iska baranayno ama noloshu keliyaysan ahayn qofka naftiisa inuu u noolaado ee ay tahay in kaalin kale laga sugayo isbedelka uu doonayo uu qayb ka yahay inuu ka qaato marka maalintaasba waxay ii bilaabatay in aan nolol cusub galo oo noqdo qof ka shaqeeya ama isweydiiya ama xiwaar furo dhallinyarta dhexdeeda isu keena yiraaha maxaana la gudboon maxaan qaban karnaa sidee iskugu soo dhowaanaa marka waxaan oran karaa waxaan gaaray oo dhan waxay iga soo bilaabatay waqtigaas
فرين هالك هذا ناقد درتنا صدق حسيت بس سلام كرتوا وحويا وواقع أي تهي دليل هذا إني دمان فهمان إن ذلك أي ضد كبا أي أيق قيب كيهين أينا مضن تهي إني معركة كدر صدان مسؤولية صار نقف كدو دريمة إن ضلنا ومحاه تيجي سجيو وحقبت كيسي وحسوسار كيسي أنت صبوا ويكائن ويكسي بنانسا أنتي هرة بهذا هالك إنه طري أم تصارين نقصيسو سيدا بس هذا ويكدري من كلام ضدكو مسؤولية أما دليل هذا قارحان مسؤولية علوس أرتو دنيير تلبا باون كلا قاضينا دنيير تودن كشوكتي دنيير تا ودن ككم بحدا يقربها تكتي دنيير تا ودن كقربها تكتي وحا أورن كرا إن أما سببها نجيسي أما إنه لول أذق أنك عررني أيضو مركن ميلها تكنينا أنا أرقني إني سنو لشو أي سنة هي مد ملاقي سمي سأي تهددكو إني سميين مركو حا أورن لها قود هان إن تاريخ ذا إنو آخرنا إنو دب الله بنا وما ذا هان أنا ما أنت كفر حسن إنو لشو ذا أما إن كرادني وحن حق الله إن هنا ودم ذي نقوله لنا حق كرادني إن أي تهاي مد أنا كعنت هنا قصة ما ينكرنا أو إن در نون نقد درس دت كنا جهر مري نلاش أي قاتين قاب كأي مرين وحن أرى الله يالس جيبن أو إذا كلام ارتلاه نقنن أن ودم ما انتقني إن ما عصبة أما أنا جو ما نهرين دت أنت ودم هر مرت جي لكن وحام هي مدة إن كلا صار نقطة حضارين كهستان وح أي جارين إن كلا صار نقطة إما هاي ننسكم ملاينو إن عندك كتر سنة هاي هذا وصل لابتدا نيرت ودن كيشوك تا إن صاب حين أما شقي سنة يس أما قاركوت كتر همي إن أي مر أنتجان وحن أران لها وح أنا جا عند الدميني ميسن أرق أي كم التهاقف كصومالي قام قف كذا نيرت ودن كسمر كتشوكا هن وين بولي هاي هم بان كتشرا ويل شرفتي صومالي لما دي ويسلقي ما بدين هاي لكن مركو ودن شيشاية تغا ونقضا وسن نقر موادن ككوات وحبا قف كتشابية وسكا نقنية مركا اي نقضان لغوما غا عابسو قلوتي مركا اي نقضان دد عنصرني ما مسيل لو قلو التعامل هاد سيدان اركي نو ان دعضوين ككاد عايا ودا مدا رقل بيت كوردن قفكي مسلم كأها وحدريم يا انو سن سيكستو وقتر سنة امو كرد الشي ان للي هاي دقو متهد يعني قفكي ها وسن ايش الفرط لغو في قيو مركا وحن اورون لها هلكا اذهيسين كاتكيا نو لشوي اذكتها لك مركز توحوا لبدالي كرا وحوالا قبن كرا نوش عادق والا قبح كرا يسن اسكود ديبن بس اني سوغان حكومة ذها اما ضد اضيال ان قنعيني نفكر كو ذي يسن افردينين اي هن نقضان كو ايك وح بدلا اسكود ديا سيقار احتا وشقيا سي سمافل اه وقبتا وح ايدونا يا نسبة ارن كا ان سمافل كنا نستحي وارن اذ قيمة بدن او دي تسالة كتيني دون كوبا او ايدن كا ارو كردان سمافل كا كبلابي ان ماركتي اسكا وحوق بصدنا ووحا نولوش بلا او هدان ذو أون ما ركت هذا جيسنين ويرأت كان صارمتي أنا واقع عربتين ورش أدوسون قتيل ده ماذا خرم مري قيبو حكا إسكاب حقبسجا إن يدتكو أد وجود الشقيين أي فهمين مريكن كهجوه الرأي لنا عتضوع إن يدتكو بلاب إن قيب كيهين وأرن وين مركو واقع إن أدوسون قتنا سؤالوا واحد كبل عما مركو حقبت كلمات أنا جم حي يقول شرعيو محن كفائدة يأيو وحويا وصعدال دير أو أباهن إن دمان لو ذكروا أن سؤال كلك ويدي ولا على نصيحي واحد قرتي دوان شكفنات كنت قف كي أخريي أما قف قدام بيه ربعين وأخريي ودرن سنكره وحات ثابتي موضوع أدو قدارو وتحقيق ذلك كتيرة رواد واحد بحسي بوفس وسكر هذا نقول إنه وقف مركو ولوف تعال وكده أو إنه مل أن هذا أي كقصة أورطه بلش كذا أديك أن ل إنه نلوا ذا جي أنوسو كوبية طبعاً أنت أخرسته وأخرسته أنا قب عن كم ذا هاي لكن سقف كذا وذا هاي إمك أما أيك عصبت هاي أما عن ضد عن وان شعلان هين فرنا نو ندر لهين إني إن دمان لاني أرد قف كي كست أودي إنه أخريو فرنت أي سدنا أو كلا دحبه بل أديك هدي عد نلوا ذا كتو فرنت قدام بس بو إم حي تشك فنات كبوفس أي سدي هذه النوع رفافيس. إن سيدان وقوم قاعد إن رواية ذي بوفيس وأقف كده في جعل سيد هذا ولا القدرة أتشيك تاي ويتهاي لكن جود هان وحكاها ليس إن قحوتها لما توين كوسامرة وحي سوير ليس لنعي بضن إن بوفيس كل لبنا عبو نقوم كرا قف كبوفيس كل كده عبو حرادين كرا سي شرعي إنه كده فا يسي أن شرعي هين إنه كبح أو أسيدي تهريب كي لقو قلي بدل لنا عدون تا إنه ورقضة فيك أو صورة أو كدافة أما إنه تقع في سيادة
qaxootiga qaado oo meelahaas ka galo ama qaraabadiisu ay dacwo u soo sameyso halkaan leen loogu sameeyo la qaado. Wixii oo dhan labada dhinacba ama sharciga ku baxo ama sharci daraha ku baxo waxay riwaayadda soo gudbinaysaa qofka maalintuu dalkiisa ka soo baxo halkaas waxyaabaha uga bilaabanaya. Weliba ani waxaan ku koobay oon aada u garanayay dhinaca qaahira qaxootiga yimaada waxyaabaha uu kala gudbo hadduu famil wada socdo haddii shaqsi u imaan lahaa. Marka riwaayadda waxaan oranaya qofku wuu ka dhadhansanayaa. Magaceeda marka la arko dadku waxay u maleeyaan inaan wacyigelin ka wado oon usoo jeedinayo dadka buufiska qaba. Ma usoo jeedinayo dadkan baraya dadka buufisku qabo maxay maraan, say u fakaraan, xaalad noocee bay ku nool yihiin, noocee kuwa ay maraan, hay-adaha ay u socdaan ama ay ka filayaan inay taakuleeyaan, qaab noocee ah bay kala kulmaan. Waa oran karnaa wacyigelin waxay u noqonaysaa qofkan weli buufis ku dhicin ee waddanka jooga ee akhriya wuu arki karaa waxa ka horeeya waxay tahay qisaska ama sheekooyinka ku jira riwaayadoo dhan dhammaantoodna waa wax dhacay oo xaqiiq ah oo aan soo gudbiyey. Aan jeclaystay dadka inaan arkaan dadkaas. Waa sida ogtaa dadka tabaaleysan badanaa ma haystaan dad cod u ah oo u hadla oo dadka kale u sheega waxa ay tabayaan ama waxa ay doonayaan in dadka kale gaarsiiyaan. يعني شك فناتكم ماها مل أول وواقع نولد بتكسر ديجا تورنا إن كستور شك فناتكم دمنت وتبدأ أي كي معدان إن قابنا نولدك لكن دعدوين كان طحن أبوج إن استبيا لا وأقوى أدواقع كسر ديجا تيمي أنصح دمنت وأنت كتر شكوين كتر هذا واقع وقصوين وضع عي وحقيقة وحاب دلنا بس قاب يرون كم عين يي مقعيد أن قاتي لكن waa qisas run ah oo ka dhacday magaalada Qaahira. Aan su'aal kale ka weydiiyo nasteex, markaad waaqaca aad la nooleydeed in badan arkaysay aadan la shaqeyso qaxoontiga in maaragtay sheekadana aad qoreysay oo xaqiiqiya dareenkaagu intee in leeg bay taabanaysaa weedhaha qaar markaad akhriyso ama humaaga ay ku siinayso sheekadu adiguna aad indhaha ku haysay. Walaay aad bay u xanuun badan tahay waliba markaan qof ama dadka uga sheekay ama la wadaago inta aan sheegay inta aan sheegin baa ka badan aanan qisada aan soo wada gudbinin mana ila ahaa kitaab keliya in lagu koobi karo. Inta aan la soo shaqeeyay way badan tahay qaxootiga weliba qaxooti kala duwan Soomaali ahaado ha ahaado Suudaan Suuriyaan qaxooti fara badan baan aan la shaqeeyay intaan hadda shaqada rasmiga galin. Ismaaciil buugtaada hadda buuggan ugu dambeeyey aad hargeysana ugula joogtay bandhigii bugaagtay sanadkan ugu dambeeyey lasoo bandhigay waa buugga Gaax. Gaax si fiican baan soo aragnay. Gaax gabagabada qofku markuu laabo dhowrka buugii u dambeeya wuxuu arkayaa inuu buuggaasi ku fadhiyo geed gunweyn oo xididadiisu ay ku aasan yihiin waddamo kale xuduuda iyo kale xada halka uu isugu imanayo aad sheekada marka dambe isaga keentayna qofka bilowga akhriyeeyey waa meelaanu malaysan karin runtii inay sidan isugu soo aroori doonto bal hordhac yaroo guud naga sii siday ku timi aragtida ama fikradda Gaax qoraalkeedu markii ugu horreysay. الواسطة ولا خطرة إبوك جاح بعد هذا ما قاعد ولا سوق دين تبدأ تثق قاعد بجاح هذا لكن وجاح وحنا كتمدد طبعا و وإرسو مال هرو ده كان كيني يحوله هني مال الدقيقة اللي يحيا بحس نقصنا بوجو حكى هذا يا صدق أشيك تهي سطح قف أكل دون وكنا سطح بختي أكل دون أما سطح قابض أكل دون قف كوبات هذين الشيء نوع مريان مريان وحي شوكتها لحدن كي waxay dhalatay dagaalka labada adduunka kadib markaasi barbaartay waxay ku dhalatay oo ay deegaankeeda dareenka markaa jooga xornimo doon buu ahaa ninka cadeed dalkeeda joogi doonaysa inay ka irido calan xorab ay raadinaysa Hargeysa ku nooshahay dabcan sidaas darteed Ilaahay uu rumaynaya riyadeedii 26kii June maalinta ma kulan ka sheelatan hadee caawil 26 noqonayso ay calankii hore la taagaya halkaasii joogtaa halkaan lixilaata ka joon ay ku ciyaarayaan iyada iyo dhalinyar kale iyo abwaano iyo fanaaniin kala duwan habeenkaas iyadoo halkaa joogta ayaa waxay la kulmaysaa nin kale nin ciyaaraya oo ciyaar dhaqan soomaaliga wada ciyaarayeen oo xaamid la yidhaahdo markay nolosheed waxay ka hadlaysaa waqtigaas ay joogtay waqtigii ay kacaantay waalidkeeda iyo siday u noolaayeen qarnigii hore sidii dalku ahaa dhulka soomaali siduu ahaa nolosha sidii ay ahayd yacni waa dhan taariikh buu noqonayaa dhanna waa dabcan wuxuu ka hadlayaa iyada iyo waayaheeda gaarka ah ninkanay jeclaatay askariga ah oo ku jiray berigaas markaa Somaliland Camel Corps-ka ciidankii loo oran jiray markii dhammaan lagu daray ciidankii Soomaaliya qaranka aabaheed marka dhan la eego iyadana waxba ka haystaa
ويسكسو هرشيدان واي ابهيد وكسو هرشيدا بين انجريس وتبا نولشيسا كوتيرسان نولشيسا كوتيرسان با ان ماركا لبا بنعبي كلا تاغين يين حالادو دان كتاغين ماركا اسغانا انو قبل باسو دعيبد مودا يدنا اد وفرحسنتهي ماركا يدو هكا شيكدو كبلاميسا اي هاي كودا ماندو تنو نوغان دونا قفكا لبا دو واغبر ير او waqtigan hadda la joogo joogta wadanka ingiriiska ku dhalatay kuna barbaartay sahre la yiraahdo waa dhalinyar iyaduna waxay ka turjumaysaa dhalinta hadda cusub ee qurbaha ku nool iyaduna sibximo badan baa la soo daristay hooyadeed baa xanuunsanaysa oo meel lagu xanaaneeyo joogta ninkeedii oo ay 3 bilood inuu isqabeen baa shil gaari kaga dhimanaya marka iyaduna nasiib darooyinkaas ayay la tacaalaysaa oo qof waliba marka laga tago dhibaatooyinka guud ee bulshada la wadaago mid gaar ah ayaa qof walba hadana sheekadaas markii dambe sidee u faaftay dad badan waxay rumaysteen inay dhab tahay jaraa'idada Hargeysa ay ku soo baxday iyadoo daabacan wala leeyahay nin Oromo oo ina Soomaaliyeed jaraa'aba laga qabtay shacabka oo la mustaafiriyay warqadana uu qoray jaraa'idadii wala isoo sawiray daabacan waan hayaa aad bay runtii u qosol badnayd marka aniga markii dambe kala garan waayay inay dhab tahay iyo aniga laftayda iska shakiyeysay malaha waxaad is odhan karaysay waxa Ismaaciil waxa lagu ilhaamiyay waaqic jira dadkan way waan wada noolayn dabcan qofka noolna de noolba ayuu ku jiraa waxaysa uu habka looga hadlo xaalad taagan ma doonina ka hadlo dad degan magaalo oo iska degan oo masaakiina marka la yiraahdo aflaata saacad oo kaliya haystaan ee ka baxa yaani noloshaadi baa ku xiran dhaqaalahaagi markay ugu yartay waxa raadinaysaa de gaari qaada de marka waxa siribal inta dad kale qeylinayeen lahaayeen ma waqti ka dheer la siiyo ma laga daayo qaarkoodna aanay shareysanayn ba way arkayeen dad Itoobiyaan oo la tarxiilayo waana dhib ba arkayeen dhan kale ka tusbaan siri tabaan diga dareenkii ay kugu sameysay dhacdadaas uba keentay in sheekadan tahan iyo Cali Oromoba la helo tabaan iyo buuga dhanba marka Cali waa ninkaas isagoo inaan jecel Hargeysa magaalada jooga la oranay aflaata saacad baa istaa wadanka ka baxay isagoo nantii u sheegay nantii hodan la yiraa marka hodan waxay joogtaa guryahan oo qashinka ka qaada subaxii guri ka mid ah sidaa u dabeedna ayaa la oranayaa ka bax magaalada gaari baa la saarayaa isagoo shacabka jooga oo iska shaqeysanaya la qabanaya gaari baa la saarayaa magaalada lagala baxayaa isagoo markaa sii socda ayuu warqad u soo qori doonaa nantan hodan la yiraahdo ee buugga ku jirta sheekada markaa saasay ku bilaabmaysaa marka saddex qof oo deewaayo kala duwan ku nool waqtiyo kala duwan nool laakiin haddana saddexdooda isku sidkan yihiin ay buugga ka hadlayaa marka dhan waa taariikh dhan waa madadaalo dhan waa wacyigelin dhan waa baraarujin sawirka humaaga aasiisay buugga ama sawirka aa bilowgii siisay Ismaaciilow runtii waad ku amaanan tahay saddex marxaladoodu kala gedisan inaa hal mar isu keento in gabagabadana ay laamahoodii isu wada yimaadaan horta runtii qoraal wuxuu ahaa dhigaal aad u qurux badan waxaan filayaa waqti badan iyo fikir badanna inuu maxay haytoy uu ka galay laakiinse sidee baad u heshay laamahan kala duwan ee nolosha xilliyo kala ah inaad hal mar isugu keento dhigaal waxaan odhan karnaa waa xuyeen wa aragtay kabagadisan buugta ama dhigaalada imkiina hor yaalla marka imika si fudud loo eego buugii oo dhameystiran la yiraahdo sideed waxaan odhan isugu keentay way adag tahay in qof waliba is yiraahdo bilowgii sidee ku dhalatay ama sidee waxaan odhan la isugu keenay laakiin marka aad adigu alifayso sheekadii samaynaysa laga yaaba inay kaaga fudud tahay dabcan waa inaad ka fikirto bilowgii dhamaadkiisaba iyo sida isugu xidhnaanaysa sheekadu waa inay dabcan bilowgaba aad wax isu keeni karto weeyaan laakiin marka dib buugii oo dhameystiran la arko wax la sameeyay kulliya waxaanu dhex galaga keenay Cali baa igu dhaliyay dabcan sheekada bilowgeediiba dhan marka la eegana dee waxaan taariikho ayaan doonaynaa wax ka qoro taariikh magaalada wax ka qoraysan intii oran lahayd beriga waxa soo dhacay waxa fiican inaad doorato waqti go'an dadna waqtiga aad ka doorato qof noolaa waqtigaas sidee noloshiisu ahayd qofkaas aku noqonaya daaqad aad ka daawato
تصل على هاللي حدك يحيد عليه ولي بهدي أنا هالك كارد حق الله اسمعي له قف كبوق آخري مركا كل ما يان مريان يو يحمد وكان ما ينو طالع أنا يو مركي محاية عبد الله سبحانه بعد كنسي كنا صارت اللي حدك وا 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 يدو ما يركينين أبوان وين برجاس لأن يرتدي سلاك بهايان بس أنا مش كده دو دي وحوي أركي سو نينكبي أو دي أنت مع تلاقي راح ضوي مقشة طبعاً لكن سدوا ما أنتي نجومي يا هيو كل يلا تمركه جمويني أكتر دوسك تهجنا كل عباد شوقي محمد يوسف فهستي منطقة هذه وهيسية كل على وظفر ليا كواسة كم تهاي أو عيارية إن أنا إسماعيل سؤال كل كويدي ولا علو إن حتى نخص يرى نقلنا وحصوصار كهذا يدي قال هذا إن قفرني رابط هاي قف مركو حقرينا وحق أقول قفك أنا فنتي وحبذا أخرين كحق بارسين هاي وحبذا بوقي هاي وإلا بدوني بنولي دوني دار رونتا هو كنولي هاي يتنديقال كا إن بالأديق أنا جو هالكا أنا ما ركت هاي أنا كدولي إنه ويدين تان كويدين إنه فرصة أما فرصةها أما تلمامها أصل هذا هاي وتلمام دلني رضا كو كل كل شو جا يكو قربها شو جا وصلن كرت سامين بكويا لان كرت نلو شو ده هدي لقسمه يو إسبدل تجن أنت إسبدل كوه حبوا كي ما ده عطيه أنا أديق شخصي هانس قبل عبين برشيد إنه ما بدير كتير وعي برشيد لقوا شيء جابوا شخصي سو تليون مركان واحد نرن لها تلذك وبعدها إنه قفكو شخصية ديسة وحكي بدل إنت أنا برشيد كلو أنا واحد تلمامين إنت هسنا وتنا نو كده هذا شخصي هن أنا نو قبل إسبدل إنت أنا أتكلم بدلين إسبدل كذا أديق بدل شيء أدي بدل شيء نفط هذا أياد طبعا ضد بدن سامين كويه لنا يا ويجينا أرني أنا ونين إسبدلان دونية. هذا برضو ما تصنتي ولا إسماعيل. أنا خصوصا نقطة ولا المستحه. إن سؤال بسويدين كرقفك أخرستنا رواية أما شيء كفنات كبوفس. إن لغة عربية ولغة لبعض. صومالها طن هاي. مركن تاكل نمادنا لغة عربية. إن مستحه محي أدورت بعد صورن كرتها. إنه بوجد وجهري أو خصوب. إن وحن أدورت ولو حاجة رن كرقفك وده ما عرب عرب لحشوجا. وين كده وين قفكر قلبيات كنا القفك عربته كنا الوحى وكله كل مدد كسولنا ليها تسأل أهان يعني مركها هدي قد تدكو يجعلين قفك هرف دينه أجاده ودن كي ورلته وسؤال قد مرنبا ما أنتي على كل ميس أنت دحش وقت تكادون يا ورلت مر كل جراحات شكت ودن كاجا قفك عس قابك ووتشي سنة قنايم وكوك شوابي ويكده وانت هاي دأذة قفكي مثلا صدن إياه أما أفرتني كير قابك وكوك شبابي يقفك اللحدة ما يدي لحدة صنيمة لها سجرة ويكلد وانتها كان حتى مكهر مرد هذا وين وحوك جراني ووضن هيد أجرتي القيمة لها بك جرانيا مركو كوك فرح وح كافر حيو كل شيء جاي أو جيران أما إنه كيره إن شاء الله هيد نكب حيو ربك هاد كجرتان قف كذا نيرتا ووحو كان حياة وحو بسويدي وحو بكود يدا يودن كنا ولا لته عقلة متي هيد قصام على سدان مو أكا صورة قرحان كامو أركن يعني أنتي وشري وحو أركي وح أنا عجبين بتي فيك أركي مركا وح كان حياة كمغلسا إسلام مركا وقيب كم إذا وح يبا يقول لنا في عرب كو قرا سدوا كل وحجرة بندق عالمي أو قاهرة لو قبته سنة كستا بندقاس سنديد دنبه سوماليد way ka soo qayb gashaa markii kutubtooda la dhaxmaro sheekada faneed arkimaysid meel haddii laga bartana waa dhinacaas waxa badan ee labada qoray wuxuu ka hadlayaa dagaalo si la isku dagaalay qabaailka Soomaalida sida uu kala baxaan wax aanu qof kuinto maro san ka qaadanaynin adabkii san ka arkeenin ba joog yaa u badan yihiin ee maktabado markii laga reebo sanadkii la soo dhaafay ay riwaayad gabar qortay ay la keenay een marka waxaan jecelaystay isir dadkan sideed ku bartaan waxyaabahan idin ku dhacay maxaa kalifay wayno jeedaan in aan ama tahriib galeyno ama abaaro wadankii markasta laga soo cabanayo laakiin qofka Soomaaliga ma qof waligiiba waxa aha mise wax sabab keenay ba jira in aan ka sheekeyo dib kadibna aan sameeyo aan dib u celiyo ruwaayad kale kama hadlayso dibka qaxootiga waxay u noqonaysaa dib oo gabadha aktarada ka hooyadeedo kala waxay ka sheekeynaysa waqtigii ay jaamacadda dhiganeysay waxyaabii dabaaldegii dalxiiskii fasaxyada meelaha uu aad jiray sawir qurux badan oo waagi dal ku dhisnaa qatir masari oo gabadha daweynaya ka hadlaya inay wadanka uu aad jireen dalxiis meelahi ay tagi jireen magaalooyinkii qurxoonaa bay ka sheekeynayaan nastaaxan aniga lafteeda halka ka xusuusiyo markan أخريي إذا اخترق مركو أي نوشيجي بشي سي أروسك إنه قدشتكي وديها وسام قدشقة
مكاسو هذا نشيء جيا إن هدول عروبة إيو ما ركتي وسوى كروح بدن كبيح خي خيال أهان ولا جيا بوقف كي أغرستين أملي ولك وقصر دعاء أورنا لختار كسمو هين لكن وح جبر كلا أي شهر عسل كذا أتكتي أولو صبر كعروبة يكو قاتنا يدين كذا جرجو جود جين تكتارته مركضت بدن وحاجر الله كل مي أو أما سفير لا يودن كوقت كاس جوجي أما تعلين ويمد أما سبب كلا ويمد أو كشه كان يا عمل ذي نونا جدي عن ذي معانك مجال ذي أفجوي كشه كان يا وحي أي لهذا درن مكوا إحنا رنكر نستحي ولا لو حويا إن هرت وحي كوسع تود ماذا عربتها آخر سياش صاد أنت بدن سديت وان وجيت كي وحي هذاك عربتو إن أين برتان الصور لبعضنا وتراعين سواء ضدك الصومالية ديني السنة رفعت كمولي قد كصونا ولعنينة ولا قروح بدنا أو وشري ويكون حجرتها إن دروفها ليا لا دنيا ردا ودمدو دكون ولا هلك أي كصة أمكنته صور بادية ضن كذا وحكلا دين عكلا ولا أورن كرا هذا ودمدو عربتها أو حجرة صابر بري أو مركي داعين كعذونا دي عربتها أنا جاي نقول عبسي وغادي جايين دت كودا همارينا ماشي صومالية مرتي لكن هذا وحاجة روا الضما أي أقول نقوم كرام بوفس كسر دعيد اللي يرتودو سوريا كمذا عراق السودان وضما بدن بجرا ودرس ونقوم كرتين أركان مالي عن وحي عن مرني وحي أبها فعلا جرا أدبض ما تصنتي ولا الله نستيح ودذار كلو دير هذا نواد بحسيه وإنا إمارتي أد بالشدة الصومالية حين دابك كجود بتوء أد حاجة سرقة قط معطو وصور كمال سرقة صوب صحضو رنتي وانكو جوهم بليني يا وأنا قرشو يو جبني مو أتسكو درستي أدبض ما تصنتي أنا سؤال كلو كويدي قبل جبدي نجو كتشنا سل سؤال شيء أن ويدي ولا الإسماعيل وح إنتلوين كأما إمارتي وحياة فريمة هتسلي هذا يقدر دلني يرد وعد صورن كرتو إن تاج إنت نلاش إيمكا يتم تضرب وكقيب قادن كرتاسي إن وحلنا إن دل يضد بالعلة إن شاء الله تمادد الدو إن وحن كبلا بلها أو بالشدو إيكا كوابن تا قويساس قويس كنا وهوي أبيس كتغي إن سيد هذا موقعنا إسا إن قويساس كنا قبر برايان أما دالكي هجوغان أما ودامد ريقل بيتك هجوغان إن خلافك أصابتي سيدي هراي سانيهين إن أوقفك كفر صدو مركة هرا رير أو ديسايو إيسان سي سهلا لغو قلين هدي رير كامسؤولية ديادة المهالة داليو قابكي أكوريان إن آن ترى لغا فكرين إي تايا لغا فكرو إي تهاي وحيابها أمدها إيكو هرمرين إن أنا التخصص كيغا وحاي وحبرشادي دو حيطة المهن لحدة سنة كير مركا وادقران إيسا هدادو فيرستو المهي ناسي أسوى كران دوكسيغا قرآنكا إن قابكا لو كرينيو إسكولكا المهي يرركاي ما تدن لأمسينيو وسن هدلينين هلكا وحيكتها عقبات وين وقفكا سامين إيسا شخصية ديسا مركا وين هذا مركا حان الله قويسكا إيو بيئة دكو هريريسان بمدل إسكولكو ها هادو دوكسي قرآنكو ها هادو إن لغا فكرو تشيل كير إيسو كريا إن قويسيسكا قابكا إنو لهين لفيريو هدي المهاير سفع لو كريو علاسكو ما نقنيو بالشذا لكن هدي نبجر المهاير إيو أركو أي تهي وحيابا أي أذك تهي إن أنكبحنو نلاشا أين كجرنو إن دين عصبا نقدر لها قويسيسكا هلغا فيرسادو مركلا ديسايو يوجيتك لقليها اسماعيلو بح أنكو يدي ولا لا ديقانا فرينتا قبل قبدا أسلا دهي ودر لن يرادا وييلكا مدالك لا وحلس كوران كرا لكن لن يرتبح أولان لها قف ولوبا وحات عشا هاي أبو مركض كدبنا رمي ولا جي يبينو أتكادو وستراهدو ووح بسوب ولا قولي يابي أبان موي أدكتهاي انتاس أد ستريبو هرا ليسو يوري تدبح حجرة هرتا سكوتي وحيابا أدك وحيابا لقولي يابي لكن رابطان كودة أبوغود كرهمي مركا حران لها هرتو يسوغو إسرادي إسهل أقول واحد مفروض طبعاً واحد تعشه أقول ما حد هيا دقيقة هاي بس أقول كده من كل دقائق جهاد أصلي هذا هاي تحصل ربطها. أو إسماعيل وثانا أي كي من كرتوا إن وح آخري لقف أنت ميرسك يستأجس ما جرن كرام. لكن مرايد رأيت أش كده حركتي. واو ميره لسك بارك متهن. إن وح آخري موضوعي كله دون آخري واللي بقى أتشي كفنيته. بوكتي إسماعيل وبحنا كور هل احنا سوق هذا اخر سنه واسيدا ادبو ما تصنتي ولا لي اسماعيل ان نصيحه ان سؤالش لم يدت حاجه بقبد ان كويدي ولا لو فرنت اوو دمسي اد ريسو هدي لاي كدغو لي بدل يردنا وكا احمد محايتو اسماعيل كساري وايل ان وحان وحوجينيا ان انت ولا شيغي ان اسماعيل او يري اخرسك ان اخرسك لحوجيو وي قفكو اسغو اسكرتو او قفكو اسكرتو نفتي سهر مريو الى هاي قف كستا وحبو أبوري
إلهي كليس كما كان أبورون قف كستوى إنه كف كرا وحي لا أبوري وحو كقتك لها الدون كان إنه بس ما دي سريبا إن أن دت كينان إنه سكوك هو بين بس إن دهين أنفرنا إن عالم كأنفيرنا دل يرتنا لإني جالس ده إنه شو هاي وضما حرم رأي أن تصالك دجنا أن كبحنا سكومو قشاد الحبينا سكومو قن إن لا ترتنا إني جن أذبذ ما سنتي ولا نستح أنت سبنا أنو نجيب جبذا درينا وقف كيني سوق سكرتو محكو ناكسيني هاي محوش علي هاي تعد نستح حستي ولا علىنا ينقف كستهيب ولي هاي وإلى هاي هذا مهم كل جد بين بين لكن سيقف كينه يبدي سكرتو بقينا سفر نير أو سيد إسماعيل شجعيو إن هذا استراحة دبي وحي أدربتي إن ولا جايب عقبات بدن بقى كهري ماني أي وجبه ريسهر تو حربتي إن جرني سيد إن هاسون بنا أنا قلنا كدر اللهين يدلك يدك كبا وايب بدن بيا لا وح بدن بنا لو بحين يدد على إن الصميو إن محيه توي سما فلكا iyo maaragta iska wax u qabsana in la xoojiyo aan ka dhadhansanayna idinkaba inaad maxay tahay inoo maalmeedkiina kamid yihiin intaas aan ku soo afmeereyna guud ahaan barnaamijki doorka aqoonta iyo aqoonyahanka oo idinka iimaaney muqbahiyaha Star TV magaalada Hargeysa qaybta maanta waxaynu martay ahaa qoraayo daayir oo Soomaaliyeed qof kasto arka uu ku farxi karo dhinacayga midig waxa fadhiyay Ismaaciil Ubax dhinacayga bidixna waxa fadhiyay Nasteexo waxa fadhiyay Nasteexo Ahmed in intaas aan ku soo afmeereyna barnaamijki sida iyo amaana Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh علمي جو خريه